الرحمن الرحيم، حصة العلوم لطلبة الصف الثامن. اليوم إن شاء الله يا الثامن رح نستكمل حل أسئلة الوحدة صفحة 44. نبدأ في السؤال الثاني، فسر العبارات الآتية: ولادة الطفل أسرق لأبوين عيناهما بنيتان. احنا بنعرف يا ثامن ان العيون البنية هي صفات سائدة، والصفات السائدة تقسم الى قسمين، يا صفات سائدة نقية او صفات سائدة غير نقية. بما انه الابوين انجبوا طفل لون عيونه ازرق، اذا الابوين يحملان الجينات الغير نقية، فبالتالي بيحملوا جين العيون الزرقاء لديهم، فتم توارثها من الاباء إلى الطفل. إذن لأنهما يحملان صفة العيون البنية بشكل غير نقي، أي يوجد جين العيون الزرقاء لديهما. باء، الصفات المكتسبة لا تورث، لأنه إحنا بنعرف يا ثامن إنه الصفات المكتسبة هي الصفات التي يمتلكها الشخص نتيجة التمرين والتدريب، فهي غير مسؤول عنها الجينات. إذا هذه الصفات لا تورث لأن الجينات غير مسؤولة عنها. السؤال الثالث، بدنا نطلع على يعبر الشكل 25 عن تلقيح بين نباتي بازلاء أرجوانية الأزهار. إذا علمت أن جين اللون الأرجواني بكابيتال وجين اللون الأبيض بسمول، فأجب عن الأسئلة التالية: بما أن اللون الأرجواني عبرت عنه بحرف كبير، إذن هو الصفة السائدة، واللون الأبيض هو الصفة المتنحية. نلاحظ أن الأب والأم أرجوانيين، طرسهم الجينية طرس سائدة غير نقية، يعني بي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول، وهذه هي كانت نتائج الأبناء. 3 أبناء كانوا أرجواني الأزهار، وابن واحد كان أبيض الأزهار. بناء على هذا الجدول رح نجيب على الأسئلة في صفحة 45. السؤال الأول، ما اسم هذا المربع؟ طبعا هذا المربع يا ثامن هو مربع بنت، نسبة إلى العالم بنت الذي استخدمه لاستخلاص الصفات الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء. إذا اسم هذا المربع بنت. ما صفة لون الأزهار السائدة عند نبات البازيلا؟ حسب الشكل الموجود عندي في صفحة 44، الصفة السائدة هي الأزهار الأرجوانية لأنها ظهرت بنسبة كبيرة، إذا صفة لون الأزهار السائد هي الأرجواني. ما الطرز الجينية للأب والأم؟ طبعا نحن بنعرف الطرز الجيني للأب والأم من خلال الشكل نفسه، فنلاحظ أن الأب بي كابيتال بي سمول والأم أيضا بي كابيتال بي سمول، إذا الأب والأم بي كابيتال بي سمول. ما الطرز الشكلية والجينية للأبناء؟ نلاحظ أيضا من الجدول أنه 3 أبناء كانت أزهارهم أرجوانية، فطرسهم الجيني بي كابيتال بي كابيتال أو بي كابيتال بي سمول، وابن واحد كان طراز أبيض الأزهار وطرازه الجيني بي سمول بي سمول. السؤال الرابع، من خلال دراستك للصفات الوراثية أجب عن الآتي: 1، وضح كيف تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. طبعا ما دام حكيت عن صفة وراثية فأنا عم بحكي عن صفة عم تنتقل من الآباء إلى الأبناء، هذا الانتقال يحدث عبر الجاميتات. الآن ما الذي يؤدي إلى انتقال الجاميتات من الآباء إلى الأبناء؟ لأنه احنا بنعرف إنه الجاميتات تنقل الصفات الوراثية أثناء عملية الإخصاب، فلما تلتقي حيوان منوي مع بويضة تندمج النواتين، فبتم نقل نقل للمادة الوراثية، وبالتالي نقل الصفات الوراثية، إذا تنتقل عبر الجاميتات أثناء عملية الإخصاب. فسر سبب ظهور بعض الصفات الوراثية الموجودة عند الآباء وبعض الأبناء وعدم ظهورها عند البعض الآخر. ظهور بعض الصفات الوراثية عند الآباء وعدم ظهورها عند جميع الأبناء، هذا بدل أنه هاي الصفة الوراثية هي صفة سائدة غير نقية، فلما تكون غير نقية رح تؤدي إلى إظهار الصفة عند بعض الأبناء وعدم ظهورها عند الأبناء الآخرين. الأبناء اللي ما ظهرت عندهم هاي الصفة، سبب ذلك أنه الجينات اللي عندهم هي جينات متنحية، والجينات المتنحية لا تظهر هذه الصفة الوراثية. إذا الإجابة لأن بعض الصفات الوراثية سائدة وغير نقية، وبعضهم يمتلك صفات متنحية. جيم،
لماذا تهتم وزارة الصحة ووسائل الإعلام بالاستشارة الوراثية؟ طبعاً الهدف من الاستشارة الوراثية هي تقليل فرص ظهور أمراض وراثية. السؤال الخامس، يبين رسم أدنى سجل نسب عائلة لتوارث مرض التلسيميا الذي تحدد بجين متنحي R small للإصابة بالمرض، يعني كل شخص مصاب بمرض التلسيميا راح نعبر عنه بR small R small لأن هذه صفة متنحية، وجين سائد R capital لعدم الإصابة بالمرض. إذا كان سليم نحط له R capital R capital، وإذا كان حامل للمرض نحط له R capital R small. إذا علمت أن شكل الغير مضلل يدل على عدم الإصابة بالمرض والشكل المضلل يدل على الإصابة بالمرض، من خلال هذا الشكل سنجيب على الأسئلة ألف باء جيم داء. السؤال الأول، ما الطرز الشكلية للآباء؟ طبعا عشان نتعرف على الطرز الشكلية للآباء لازم أنظر إلى الأبناء. الآباء سليم غير مصابين بالمرض، ولكن في عندهم أبناء مصابين بالمرض، هذا بدل إنه الآباء كانوا حاملين للمرض. حكينا حامل للمرض يعني هو غير مصاب ولكنه بيمتلك الجين المسؤول عن المرض، فبيلتقي هذا الجين من الأب وجين من الأم وبيؤدي إلى الإصابة بالمرض عند الأبناء. ما الطرز الجيني للآباء؟ طبعاً ما إنهم حاملين للمرض واتفقنا إنهم حاملين للمرض، إذا رح يكون R capital R small. كيف عرفنا إنهم حاملين للمرض؟ لأنه عندهم أطفال مصابون بهذا المرض. ما الطرز الشكلية والجيني للأفراد 2 و 4؟ 2 و 4 زي ما إحنا شايفين هو شكل مضلل، والشكل المضلل حسب السؤال بدل على الإصابة بالمرض. إذا 2 و 4 هم أطفال مصابين بالمرض فبكون طرزهم الجيني R small R small. الطرز الجيني الآن، ما الطرز الجيني المحتملة للأفراد 1 و 3؟ طبعا 1 و 3 هم أشخاص غير مصابين بالمرض، ولكن بما أنه الأم والأب حاملين للمرض إذا إجباري ثامن رح يكونوا الأفراد 1 و 3 بعضهم حامل للمرض وبعضهم الآخر قد يكون سليم غير حامل للمرض، يعني R capital R capital أو R capital R small. السؤال السادس، تزوج شاب شحمة أذنه حرة نقي الصفة من فتاة شحمة أذنها متصلة. احنا بنعرف انه الأذن الحرة سائدة على الأذن المتصلة. إذا علمت أن جين شحمة الأذن الحرة دي كابيتال سائد على جين شحمة الأذن المتصلة فاكتب الطراز الجيني لكل ما يلي. إذا نرجع نأكد انه شحمة الأذن الحرة هي سائدة وشحمة الأذن المتصلة هي متنحية. فالأب بحكي لك سائد نقي يعني دي كابيتال دي كابيتال. الأم متصلة يعني حتكون دي سمول دي سمول. الآباء بدهم ياخذوا جين من الأب وجين من الأم فبصيروا دي كابيتال دي سمول. هيك بنكون حلينا الأسئلة. الحصة الجاية إن شاء الله بنبلش بوحدتنا الجديدة. يعطيكم العافية.